سؤال أسئلة اليوم، هل يجوز لي أن أدخل في عجل وأخذ نصيبا للعقيقة لابني؟ جائز جائز. أنت لك سبعك أضحية، سبع آخر عقيقة، لا بأس بهذا. بل قال لو كان سبع آخر لحم، ولا واحد عايز لحم الأولاد يأكلوه للحم، ما فيش نية تقرب، لا عقيقة ولا أضحية ولا غيره، جائز برضو. وأسأل الله يا أيها السائل الكريم، أسأل الله لك التوفيق والنجاح والسداد والرشاد، اللهم آمين اللهم آمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت يا رب العالمين.